أما امبارح فظهور ميغان ميركل والأمير هاري مع الأمير ويليام وكيت ميدلتون من أمام قصر ويندسور كانت ترند، وبحسب الأخبار اللي انتشرت أنه الأمير ويليام دعا هاري وميغان ليقوموا بجولة حول القصر والاطلاع على رسائل الوداع والزهور اللي وضعوها الناس أمام البوابة، وده طبعا تم اعتباره من قبل متابعي شؤون العائلة الملكية بادرة سلام بين الأخوين اللي علاقتهم كانت متوترة من وقت خروج الأمير هاري وميغان من لندن وتخليهم عن واجباتهم الملكية، وبالتالي طبعا دعوة لوضع الخلافات جانبا ومساندة بعضهم في الظروف الحزينة. كمان من الأخبار اللي كانت تريند هالويك إند هو منح لقب أمير وأميرة ويلز للأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون من قبل الملك تشارلز الثالث، وهذا اللي خلى اسم الأميرة ديانا يصير تريند، بما أنه لقب أميرة ويلز ما تم منحه لحدا من وقت وفاتها. وطبعا لقبين جداد تم منحهم لأولاد الأمير هاري وميغان، فأرتشي حاز على لقب أمير، وليلي بات حصلت على لقب أميرة، وده بموجب البروتوكول الملكي طبعا اللي بينص على منح أحفاد الملك ألقاب أمراء. يعني لسه رح نسمع كتير أخبار بتتعلق بهدول الإجراءات طبعا. بكل الأحوال بعد البريك من قبرص احتفالات سنتيا صموئيل بزفافة وهيفا وهبي بشقيقتها.